اهلا وسهلا متبعي ومشاهدي جريده عبير مباشره من الدار البيضاء من امام مستشفى محمد الخامس. جريمه قتل سوء تفاهم بين شخصين، جريمه قتل راح ضحيتها شخص سائق طاكسي واللي قتله هو مولدي سير. معنا الزميل يونس هو اللي غيقول لنا التفاصيل، لان حتى مولدي سير الله يعمرها دار. تفضل. اذا اهلا وسهلا كل المشاهدين اللي مروا على المملكه، يعني هذه الفاجعه يعني الدار البيضاء صراحه احنا ما فهمناش لحد الان، مازال ما فهمناش المعطيات ديالها، لان السيد اللي قتل الله يعمرها دار واللي قتلته هو الله يعمرها شاب، يعني كان كيمارس يعني ديك فيها وشنا ديال التليفونات شويه تطور الامر عنده، دار واحد الكراسه ديال الديسير اليوم وقع واحد السوء تفاهم مع سائق طاكسي وجبد موس، يعني شبه يمكن يضرب على مستوى الجسم ديالو تقريبا 10 ضربات 10 ضربات سيت في فتن الياء الطريق الى السلطه. هذه الساعه يعني لا زالت يعني مجموعه من المعطيات مثل الترامبا اللي غادي نحطوا تحت الشخص اللي قتلوا باقي ما تشدش، يعني حل حل الفرار حدود الساعه، يعني لا زالت يعني حد البونس الفرنسي والشرطه القضائيه والتوليعيه هنايا بالطرح المحمدي تكتب الجهود من اجل يعني القاء عفوا القبض على الجاني. الاشكال اللي كاين حاليا الساعه هو الاشكاليه ديال التفاق الوضع الاجتماعي من خلال يعني السلوكيات هذه، مش انا الان بسيط يعني على حسب بعض المعطيات اللي كيعاودوا الناس اللي كانوا حاطين في المدينه انه هو الا يعني كما كنقولوا مش انا يعني بسيط يتطور الى جريمه قتل بشع بكل المقاييس اللي ما كنقبلهاش، يعني مساله انسانيه مساله قانون او مساله الوضع اللي كنعيشوه، يعني ما كنقبلش يعني بحال حاله الجريمه هذه، خصوصا بعد البشعه ديال زوج الناس فهمها في النكبه ونزيدوا بحال الجرائم هذه نبداو نسمعوهم، يعني بوش بنادم باقي انساني يعني مثل هذه، يعني هذا الزلزال والناس يطور الجريمه تقدم. الحدود الساعه يعني لازال الجاني في حاله فرار، هو الشاب يعني شجينات الامر ديالو لازال في حاله فرار، يعني الكل كيفتش عليه الشرطه القضائيه ولا الدائره الامن العمومي ولا الشرطه القضائيه، والسيد يعني الفضل الانفاس ديالو في مستشفى محمد الخامس. اذا مشاهدينا الى هنا كان هذا البث، الى حين لقاء لكم بث اخر، دمتم على خير. السيد اللي مات الله يرحمه ويوسع عليه، والشخص اللي قتلو تا هو راه الله يدير ليه شي شاور ديال الخير، لانه مسكين تا هو راه الله يعمرها دار شي بيع وشري اجي باش باش شد قول لي اش عدوى عدوى من هنا باش شدك ما والو اش عدوى قول لي اش واقع في الواقع اش عادي باش هو مسكين الدري جينا لقيناه في عساري منشور وصافي ما صدقتش خويا سارة صدق الدري درويش قدام في الطاكسي وهو سائق قدام في الطاكسي مسكين عنده جبنيات مسكين وخاشر على الله قلنا شي سوء تفاهم سوء تفاهم تيقولوا بان شي مولد ديسي حتى هو الله يعمرها دار شي مولد تما خويا ما كنعرفوش خويا ما كنعرفوش الدري 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 خويا الله يعمرها دار كاري حدانا قريب لينا ممكن نعرفوا ذاك الدري داخل سق راسو خلا شي وليدات عنده جبنيات ان شاء الله يرحمه فين تيسكن؟ هنا هو بالنسبه اللي قتلوا يعني سيدي تشد ولا مازال؟ والله ما عرفتش احنا من الصباح انا من قصار كيف الحاله ديال العائله ديالو؟ بان شويه مشحونه الداخل ديالو راك عارف الحاله ديال العائله ديالو صعيبه بزاف ان الله وانا اليه راجعون شنو نقول لك؟ قول لي اخويا واش بنادم باقي مسالم مثل الجرائم صاحبي؟ خويا بنادم خاصو يسامح في حقه الماكسيموم ماشي تسامح حقك تجاوز يعني ما تعبطش ما تقولش يعني بنادم يبعد على هذا الشيء والله حتى هذا الشيء ما قلت الروح رخيصه ياك اخويا دابا راه رجعوج وماتوا هذاك اللي قتل اللي قتل واللي تقتل والاخر مات بالحياه لا حول ولا قوه الا بالله شكرا خويا هذا الشيء على الوالدين صاحبي الوالدين هما اللي الله يسمح لنا الوالدين قلنا مشاهدين